بصي انا بكلمك يعني وانا بعيش اسوأ ايام في حياتي. ليه؟ يعني انا عندي 35 سنة، ويعني عشت ال 35 سنة دول مستقرة جدا، وحيدة امي وابويا، و عندي مشاكل في بيتي وعندي مشاكل مع جوزي بقى زي كل الناس. بس مؤخرا والدتي تعبت، جالها 4 جلطات في المخ، اثر على جسمها واثر على النص. ف يعني وانا بنتها الوحيده اللي شايلاها وجوزها واقف جنبيها، ايوه وايه فجاه الضربه تيجي من ابويا. يعني الضربه جت من اقرب حد لينا، من اكتر حد كان شايلنا طول العمر، باباكي والدي اللي يعني 35 سنه ما شفتش منه اي حاجه وحشه، عمل ايه؟ لا عمره مد ايده عليا ولا فجاه شاف ان خلاص انا مش هقدر اكمل، انا عايزه اتجوز. ما هو ده اللي قلناه. في عز ضعفها، في عز حاجتها ليه، في عز ما احنا بيت محترم ومستقر بشكل يعني مش طبيعي. فأب عنده 63 سنة، بنته في بوزيشن محترم، عنده أحفاد. طبعا أنا بشكل شخصي ما وافقتش، ويعني اصطدمت بيه وقلت له أنا مش موافقة وما تقولهاش. قال لي لا أنا هقول لها، لأن أنا هقعد في بيتي. الست عندها 4 هي جلطات، هيجي لها ايه تاني ما بقى؟ هو هيقعد في نفس البيت معاها، هيقعد في هو نفس عايز البيت. يجيب اللي هيتجوزها ويقعد معاه. يعني انا قلت له ما تقولهاش لو عايز تعمل اي حاجه، لان دي جوازه مش هتكمل. انت عندك حاجه و60 وواحده عندها حاجه و40، فيعني جوازه غير متكافئه بكل المقاييس والمعايير. ايوه، ويجيبها ومامتك موجودة في البيت؟ فوالدتي رفضت، فعز تعبها طلقها. وبعدين؟ طلقها طبعا. والدتي انهارت وتعبت اكتر، يعني تعبت على تعبها، وهو اخد البيت. وطبعا احنا سيبنا له كل حاجه، يعني ادالها اصلا هدومها بالعافيه بوسايط وبالدموع، عشان انا بس اكتر حاجه مخلياني مستغربه ان هو ما كانش كده. فانا فقدت الثقه في كل اللي حواليا. انا والله العظيم بمشي لسه حوالين نفسي مش عارفه الضربه الجايه ممكن تجيلي من مين، من ولادي مثلا. يعني انا كنت متوقعه ان ده يحصل من جوزي، يحصل من اولاد خالتي، لكن ابويا يعني لا حول الا بالله. ومشاها من يعني بيتها اللي حتى عايشه فيه بقالها 35 سنه، 35 سنه بتبني بيت. اكتر مشاها منه، يعني طلعت قرب من ايه البيت. طب بعد ما تتجوز وبعيد عننا، ما يروح ما يقولش مرضيش ويتجوز في حته، يخرجها من مرضيش بيتها. لا حاولنا حول معاه ولا قوه مرضيش. الا بالله. اللي بيحصل بقى دلوقتي، هي الحمد لله بتتعافى. الحمد انا لله يا الناس رب. كلها بتلومني ان انا ما بكلموش، انا بجد مش قادره. انا شفت امي وهي بتموت قدام عيني وهي مقهوره، لا والله حول ما ولا كانت قوة بتنام من دموع عينيها. وست شالتنا، ست ما قصرتش معانا في اي حاجه، والله كانت بتفضلنا احنا الاثنين على نفسها. حتى في الاكل كانت ممكن احنا ناكل وهي ما تاكلش. العلي. هي عايشة معاكي دلوقتي يا منى؟ هي عايشة معايا فوق راسي وأنا جزمة تحت رجليها، يا قلبي يا وهي بنتي. بتتعافى وبتبقى كويسة. يعني هو ممكن الموقف ده رغم إن هو هدها وقهرها، لكن حافز ليها إنها تتحرك، لأن النص اليمين بتاع جسمها كله ما بيتحركش. شكرا ليك يا منى، ربنا يشفيها لك ويعافيها ويقويها وتقوم احسن من الاول. انا بس عايزه اسال، لو الموقف ده الست اللي عملته دلوقتي، كل الرجاله يقولك حقه حقه لو الست هي اللي عملت حقه الموقف ده يتجوز، لو الست جت جوزها وهو تعبان قالت له طلقني وانا عايزه اتجوز غيرك، هيذبحوها فورا، هيقولوا عليها ايه؟ هيقولوا عليها خاينه وقللت الاصل وقللت الاصل ومش ومش ما متربيه صانتش العشره، وهيقولوا وي عليها وي ما وي قال مالك في الخمر. تمام، وهتتذبح هتتذبح لو ما كانش بسكاكين تلمع هيبقى بالكلام. تمام، وانا عايزه اقول لك على حاجه يا حبيبتي، ما تسمعيش كلام اللي بيقول لك انت ازاي ما بتكلمنيش ابوكي، لان العفو عند المقدره، وابوكي مالوش عندك دلوقتي غير الاحسان فقط، لانه مش سهل عليكي انك تعدي الموقف ده. يعني دي من الحالات اللي ما هو ده بنسمعها مش دعاء، عقوق لبنته برضو انه يطرد لها امها بره البيت ومش ما عايز هو يديها احنا هدومها بصي هقول لك وهي على حاجه، عندها هي جلطات في المصيبه المخ؟ يا جماعه دلوقتي ما بقاش في عقوق الابناء لابائهم، المصيبه الاكبر في مجتمعنا بقت بسبب عقوق الاباء، ان لولادهم الاب والام هم اللي بيعيقوا او بيعوقوا ولادهم.
تمام. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيت بقاله أكتر من 35 سنة، الست جات لها جلطات، راجل عنده 63 سنة، معلش عذرا يعني، حضرتك 63 سنة أنت محتاج تتجوز تاني ليه؟ معلش حتى لو تمام؟ محتاج يتجوز تاني عشان حد يخدمه، بنته موجودة، عشان عايز تفتح بيت وتعيش من أول وجديد، عارفة لو السن صغير. لا أنا ما عنديش، بصي هيقول لك عنده مقدرة خارقة وعايز ست تشجعه، ماشي ما تطردش الست المقصلة اللي عايشة معاك 35 سنة. محدش قال لك ما تتجوزش تاني، حقك طبعا، حقك في التعدد، ما هو ربنا حل لينا التعدد ده من ضمن الأسباب. بس يبقى في رحمة، أنت جارك لو مريض مش هتعايره بمرضه. فيا حبيبتي المرض بالذات والدنيا عموما دوارة، تمام، وانتي ربنا هيجيب حق مامتك لحد عندها. فمش مطلوب منك غير انك تراعي امك وتحسني الى ابوكي، وقعدي اتفرجي شوفي مراته الجديده ممكن تعمل فيه ايه. لا هو يعني هو احنا مثلا هنعيش بصحتنا طول العمر؟ لا ما هو هتبقى لا لا في لا. مرحله لو لا. طولنا محدش عارف. انا وانا النهارده ماشيه اقول يا ترى النهايه شكلها عامل ازاي، محدش عارف نهايته عامله ازاي. ف هل اللي شالتك 35 سنة اللي معاك بقالها شهرين هتعرف تشيلك في مرضك؟ إذا كنت أنت قعدت 35 سنة ما استحملتش الست العيد، اللي أنت متجوزها بقالك شهرين دي لو عيد بكرة هتستحملك؟ ما أعتقدش. هنطلع فاصل ونرجع نكمل.